السلام عليكم يا شباب، واهلا بيكم. كل سنه وانتم طيبين، واهلا بيكم في فيديو جديد من قناه الباش مدرس. والنهارده جايب لكم استراتيجيه سهله جدا تربحوا بيها من الانترنت، والشرح مش اختصار روابط خالص. يعني الناس اللي مفكره ان الشرح ده اختصار روابط، لا، هو مش اختصار روابط خالص. هي استراتيجيه سهله جدا وموقع قديم جدا وثلاث ارباعكم عارفه، هو موقع يوجوف. موقع يوجوف هو موقع اماراتي او شركه اماراتيه للربح من الانترنت او لجمع الاستطلاعات مقابل مادي. بمقابل مادي يعني ايه؟ يعني من اخر الشركة دي بتخليك تجاوب على شوية اسئلة او بتاخد منك شوية بيانات وشوية معلومات مقابل ان انت بتديك نقط او بتديك فلوس في الاخر. فطبعا طريقة التسجيل في الشركة دي سهلة، والشركة في منها طريقتين للربح، وانا هعرفك الطريقتين للربح، والطريقة التانية هتبقى اكتر ربحا ليك. ممكن تعمل كل اسبوع مثلا $100 ولا حاجة. مبدئيا هيجيلك صفحة زي كده، هيقولك انضم للفريق بتاعنا بتاع الاستطلاعات مش عارف ايه. عايز تسجل من خلال فيسبوك ممكن تسجل، عايز تقوله انا هستخدم الايميل بتاعي ماشي مفيش مشكلة، بس انا كده كده مسجل في الشركة، فانا هدخل على طول من غير ما اسجل يعني اكونت جديد او حاجة. هو هنا المفروض هو بص بيقول لي انت عندك اصلا ايميل، فانا هدخل على طول او اعمل تسجيل دخول على طول زي ما انت شايف كده، عشان ابدا اوريك بقى الشغل هيبقى ماشي ازاي، او الطريقه او الاستراتيجيه اللي انت هتستخدمها في الشركه دي عشان تبدا تحقق منها ارباح كبيره جدا. كده انا الايميل بتاعي المفروض ان هو اتفتح يا شباب اهو زي ما انت شايف كده، جايب لي انا معايا في الاكونت بتاعي، معايا في الاكونت بتاعي شباب 2025 نقطة زي ما انت كنت شايف هنا من شوية كده، انا معايا 2025 نقطة اهو. تمام، فكرة الشركة دي ايه؟ تمام، فكرة الشركة دي بيقول لحضرتك ان انا هديك شوية اسئلة او شوية استطلاعات زي كده. مثلا هو عاطيني استطلاع اهو، انا ادخل اشارك على الاستطلاع ده زي ما انت شايف. لو دوست هنا هيجيب لي صفحة جديدة فيها الاستطلاع او الاسئلة، والمفروض ان انا بقى ايه اقعد اجاوب وهو يديني نقاط في الاخر. فبيقول لي مثلا ما مدى تكرار تلقيك لمكالمات او رسائل نصيه قصيره تسويقيه مش عارف ايه، اقول له ماشي عده مرات اي حاجه، المهم ان انت تجاوب اي حاجه ماشي يلا، مش هيفرق معاك انت، مش هيفرق معاهم يعني انت بتقول ايه، اي كلام جاوب اي حاجه كده زي ما انت شايف كده اهو. انا بجاوب اي كلام حتى مش بقرا السؤال، المهم ان انا ايه اخلص الاسئله بسرعه عشان اخد النقاط او البونص بتاعتي. انا اقيم فيه، اقول له مصر، جنسيتك، اقول له مصر برضو ماشي اي حاجه ماشي، المدينه مع اسكندريه يلا، اقول له ممتاز كان الاستطلاع جميل، هل واجهت مشاكل؟ لا، يلا بينا. تمام، الفكرة كلها شباب في الموقع ده او في الشركة دي ان هي بتديك طريقتين للربح. اول طريقة ان هي تديك استطلاعات او اسئلة تبعتها لك على الجيميل بتاعك لو انت مسجل بالجيميل، او تحطها لك هنا كده زي ما انت شايف. انا كان عندي 2025 نقطة بقى و2075 نقطة، يعني انا كسبت 50 نقطة في الدقيقتين اللي انا قعدت اهبل فيهم دول. فدي طبعا طريقة كويسة، بس احنا مش هنعتمد عليها في الربح. ليه؟ لان انت مطلوب منك تجمع 5000 نقطة، تاني مطلوب منك تجمع 5000 نقطة علشان تبدأ ان انت تبدلهم هنا. بص اهو استرداد $50 نقدا. يعني ايه؟ يعني لما اجمع 5000 نقطة هنا من الاسئلة اللي انا جاوبت عليها، يجي لي هنا او الخانة دي تتفتح لي بتاعت ال5000، واخد بدلها $50. يعني كل 50 نقطة كل 5000 نقطة ب$50. تمام، بس احنا مش هنعتمد على الطريقة دي، لان انت طبعا عشان كل يوم تدخل تجاوب على اسئلة ومش عارف ايه، يعني انا عايز لك سنة عشان تجيب ال5000 نقطة. بس مبدئيا كده انا هقول لك تعمل ايه عشان تكسب. انت هديك انا الصور دي، هتدخل تحملها دلوقتي، صور زي كده فيها فلوس وفيها اثبات دفع من الشركة دي. تمام، اهي الصور دي انا هسيبها لك. تمام، زي ما انت شايف كده حلو. طبعا انت بتاخد الفلوس يعني كاش، بتاخدها في ايدك من وسترن يونيون. المهم ان انا هسيب لك صور زي الثلاث صور اللي انت شفتهم دول، هتدخل تحملهم، والمطلوب منك انك هتدخل على الجروبات الكبيرة في الفيسبوك وتحط الصور دي وتكتب بوست
مثلا وتقول لهم شكرا انا كسبت مثلا النهاردة 100 دولار، اللي عايز يعرف ازاي يكسب بطريقة سهلة من الانترنت يسيب كومنت او يعلق بتم وانا هرد عليه او يبعت لي خاص. المهم هيجي شخص يكلمك يقول لك قول لي الطريقة، قول لي كسبت ازاي، قول لي عملت ايه. المهم طبعا انت هتيجي عامل ايه يا عم؟ بص هو بيقول لك هنا ادع اصدقائك في الشركة هنا وخد اللينك ده اديهوله عشان يسجل من خلالك، وهتاخد على كل واحد هتجيبه 200 نقطة. كل واحد هتجيبه يا شباب هتاخد منه 200 نقطة. يعني انت كده كل ما هتجيب شخص يشتغل في الشركة دي هتاخد 200 نقطة، بشرط ان الشخص ده يكمل في الشركة هنا يرد على 5 استطلاعات. يعني اللي انا جاوبت عليه ده كان استطلاع، هو لما يجاوب على 5 استطلاعات او 5 اسئلة من اللي بيجوا هنا دول او 6 تقريبا، هتبدأ ان هنا يتضاف لك في رصيدك 200 نقطة تلقائيا. فانت هتبدأ تاخد اللينك ده وتديهوله بحيث ان هو ايه، تقول له كل يوم تدخل تجاوب، كل يوم تدخل تجاوب، كل يوم تدخل تجاوب، وهتاخد نقاط هنا، واول ما تجمعهم هتكسب 5000 نقطة تجمعهم ب$50. طبعا هو يقول لك برضو ال5000 نقطة انا هجيبهم في فترة طويلة، تيجي انت معرفه الطريقة واعطيله الصور اللي انا اعطيتها لك، يدخل هو يعمل نفس الكلام ويكسب هو كمان وهكذا. يعني من الاخر بنأكل بعضنا عيش يا شباب. يعني انا دلوقتي هديك مثلا اللينك بتاعي واديك الصور، انت هتسجل وبتاع، اول ما تسجل وكل يوم تدخل انت برضو تتراعي، مش تقول لي انا هدخل ادي اللينك الناس بس يسجلوا من خلالي وانا اكسب من وراهم. لا، انت لازم كل يوم تدخل زي ما انا بعمل كده تجاوب برضو على الاسئلة علشان الشركة تعرف انك نشيط او بتجاوب برضو على الاسئلة، مش معتمد بس على الريفرال، فتبدأ تفتح لك خانات الربح او تخليك تبدل الفلوس بتاعتك. تمام؟ فكل اللي انت هتعمله زي ما قلت لك هتاخد الصور، تدخل على جروب انا كسبت يا شباب انا مش عارف ايه، هيدخلوا هم طب ورينا الطريقه، تيجي اعطيهم اللينك وتقول لهم سجلوا واعملوا النقط ومش عارف ايه، هيسجلوا ويدخلوا يجاوبوا على الاسئله زي ما انت عملت. هتقول لهم ايه، بعد ما تجاوبوا على الاسئله خدوا برضو ايه الصور دي وابداوا ادخلوا على جروبات تانية وانشروا ايه اللينكات بتاعتكم عشان انتوا كمان تكسبوا، فانت تكسب وهم يكسبوا. يعني هم سجلوا من خلالك وانت تديهم الصور عشان هم يدخلوا جروبات تانية يجيبوا ناس تسجل من خلالهم وهكذا. يعني من الاخر بناكل بعضنا عيش زي ما قلت لك. دي كانت الاستراتيجية السهلة اللي قلت لك عليها عشان تكسب بيها من النت. موقع قديم جدا وممكن كتير فيكم منكم يبقوا عارفينه يعني وغني عن التعريف، فانا هسيب لك اللينك يا شباب. حابب تساعدني وتشكرني على الاستراتيجية اللي انا اعطيتها لك او الطريقة البسيطة اللي انا اعطيتها لك دي، يبقى سجل من اللينك بتاعي، مش عايز براحتك، هتكتب يوجوف وهتدخل على طول على الموقع. شكرا ليكم يا شباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان اي موقع جديد او اي شغل جديد على النت هنزله لك على طول، وتعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل ويتصدر نتائج البحث. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستناكم ان شاء الله في فيديو جديد.